الله، أم تريدني أن أترك أمك هنا وأعود وحدي؟ ولكن أنا سألحق بك يا أبي. ماذا تنتظر إذن؟ ستعود رباب معنا. لم آتي من القيروان إلى سبتة لأتأكد من وجود أخي أسيرا ثم أعود يا أمير المسلمين. إلى متى تبقين هنا في معسكر المسلمين يا بنيتي؟ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولكنك ترين أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالجهاد في سبيله، وليس من الجهاد في شيء أن نجلس هكذا حول أسوار الحصن. لا أطلب إليك أن تجلس حول أسوار الحصن، ولكن أطلب إليك ألا يجلس أخي داخل هذه الأسوار. ليس هناك من حل إلا أن يأخذ قيس رأسي ويفتدي أخاك، ولكنك رفضت. أبي، لو... لماذا صمتت؟ أنادمة على قولها؟ لا، ولكن أليس من الجهاد أن أبحث عن خلاص لأخي؟ يا رباب، ما خرجنا من ديارنا إلا لنبحث عن خلاص للمسلمين كافة، وما دمنا نبحث عن خلاص للجماعة فهو خلاص لكل فرد فيها. لا يجب أن يقف كل واحد منا أمام مسألته الشخصية متناسيا مصلحة المسلمين أجمعين، بل يجب علينا يا بنيتي أن ننسى، نتناسى جراحاتنا في سبيل غاية أكبر. خرج أبي إلى ما تخرج إليه الآن، إلى الغاية الأكبر، وهو بلا شك قال ما تقول. بل أين أبي الآن؟ وأين أمي؟ بل أين أخي؟ سيجعل الله لأخيك مخرجا يا رباب، أنا واثق من ذلك. كيف ينجو أخي من سجنه إذا كانت حياته رهينة بحياتك يا أمير؟ ولما حدث هذا؟ وكيف حدث؟ بل لما تقسو الأيام علينا نحن ولد البصري هذه القسوة وتضعون أمام المستحيل؟ نعم، هو المستحيل يا أمير، المستحيل. اجلسي يا ربان، اجلسي يا بنيتي لأحكي لك حكاية. حكاية؟ نعم، حكاية عن المستحيل هذا وكيف يمن علينا الله بالمخرج من فضله. كنت ما أزال شابا عندما اختطفني أبوك رحمه الله. اختطفك أبي؟ نعم، اختطفني وساوم أبي علي كما يساوم صاحب الحصن على أخيك الآن. أتى إلى أبي وطلب منه الغدر بسيده تماما كما طلب من قيس. إما أن يغدر أبي بسيده، وإما أن يقتل ولده. رفض أبي، ولكنه كان واثقا أن الله سيجعل لي مخرجا من حيث لا يدري. وهل من الله عليك بالمخرج؟ وإلا لما كنت أمامك الآن يا رباب. وكيف خرجت من محبسك؟ أطلقتني فتاة، كنت قد تعاهدت أنا وهي على الزواج، ولكن الزمن باعد بيني وبينها، وإذا بها تفاجأ بي حبيسا في دارها. من هذه الفتاة؟ نائلة، نائلة، ابنة عروة الهمداني.